السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نجاوبوا على ندير واحد التصحيح ديال الامتحان الوطني ديال مادة الرياضيات مسلكي العلوم الاقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي الدورة العادية سنة 2018. دونك كيما كنشوفوا هذا التمرين كيقول لي بان اف دو اكس كتساوي لنا x ناقص 1 على x زائد ln dx مع رفع المجال 0 بليس لانفيني. دونك كالسؤال الاول كيقول لي انني نكالكولي ليميت ديال h ليميت 0 بليس ديال f دو x ونعطي واحد انتربريتي جيومتريكمون لو ريزولتا. دونك عندي السؤال الاولي هو خصني ليميت 0 بليس دو f دو x، عارف بأن f دو x ديالي كتساوي واحد كتساوي لي x ناقص واحد على x بلس ln دو x. دونك ليميت ديال صفر بلس ديال f دو x ديالي كتساوي لي ليميت ديال صفر بلس ديال x ناقص واحد على x زائد ln دو x، يعني كنعوض فقط. دونك هادي في الصفر بلس غتجيني واحد على صفر بلس، واحد على صفر بلس عندي هي بلس لانفيني. ln دو صفر ln ديال اكس يعني ln صفر بلس كنعرفها بان هي موان لانفيني. دونك كقاعدة دونك غتمشي لي موان لانفيني. اذا كتطبيق عندي بلس لانفيني مع ناقص كتجيني موان لانفيني موان لانفيني، دونك اللي هي موان لانفيني. دونك غير كيكون لي بالنسبة لانتربريتاسيون غير كيكون عندي ليميت ديال واحد العدد ا كيعطيني لانفيني، كنقول بأن اكس ايكال داك العدد ا اللي عندي هنايا هو صفر ات اون اسامبتوت فيرتيكال ا سي دي اف. علاش فيرتيكال؟ لان الى مشيت للمحور الافاصيل وعطيت عليه واحد النقطة زيرو غادي نلقى بان عندي واحد الاسامبتوت فيرتيكال. دونك اون باس ا لا كيستيون دو ا لي كتقول لي كالكولي ليميت بليس لانفيني ديال اش دو اف دو اكس. دونك غادي ندير عاود تعويض مباشر غادي نلقى ليميت بليس لانفيني دو اف دو اكس، نعوض اف دو اكس بالكتابة ديالها اكس زائد واحد على اكس ناقص على اكس زائد الالين ديال اكس. دونك غادي تساوي هنايا عاوتاني ln زائد ما لا نهايه كيعطيني زائد ما لا نهايه، واحد على زائد ما لا نهايه كتعطيني صفر، وهنايا زائد ما لا نهايه. دونك هذا طون فيغ بلس لانفيني، هذا طون فيغ زيرو، وهذا طون فيغ بلس لانفيني. دونك لان ln بلس لانفيني كتساوي لي بلس لانفيني كقاعده. دونك انطلاقا من هنا كلي نقول بان زائد ما لا نهايه ديال هذا زائد ما لا نهايه ديال هذا دونك كتعطيني زائد ما لا نهايه. دونك ان ليميت ديال بلس لانفيني دو اف دو اكس كتعطيني بلس لانفيني، دونك عندي واحد لو باساج فيغ لي برونش انفيني. دونك من هنايا ممكن كيف كيطلبوا لي في السؤال الثاني جوج بي انني مونطري بان ليميت ديال بلس لانفيني كيساوي لي اف دو اكس على اكس كيساوي لي واحد. دونك انا ديجا عندي ليميت ديال بلس لانفيني كيعطيني ديال اف دو اكس كيعطيني بلس لانفيني، دونك ممكن نمشي لي برونش انفيني. دونك غادي نطبق عاود نعوض كل حاجة ديالها اف دو اكس على اكس غتجيني ليميت بلس لانفيني، شكون هي اف دو اكس عندي هي اكس واحد ناقص اكس زائد ln دو اكس. دونك على اش؟ على اكس. دونك كيف شفنا او كيف غادي نبينو دابا كاين اللي كيعمل هنا باكس ويختزلها مع اكس، او كاين اللي كينشر نيشان كيفرق المقامات. دابا عندهم مقام واحد غادي يفرقو. دونك غادي يساوي ليميت بلس لانفيني ديال اش اكس على اكس تاني واحد ناقص واحد على اكس على اكس، يعني بحال غنضرب واحد على اكس في المقلوب ديال اكس اللي هي واحد على اكس تعطيني ناقص واحد على اكس مربع.
زائد ln x على x شنو كتعطيني ln x على x. دونك هنا كلشي كنعرفو بان هذه عند زائد ما لا نهايه طون فيغ زيرو، وهذه هي زائد ما لا مربع، واحد على زائد ما لا مربع هي الصفر، دونك طون فيغ زيرو، دونك كيبقى لي الواحد، دونك كتساوي لي واحد. كيف قالي نبين، دونك في السؤال ديالي قالي بين انها كتساوي لنا ليميت كذا، حنا بيناها. سؤال جوج سي كيقول لي كالكولي ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس اي دون انتربريتاسيون جيومتريك دو ريزولتا. دونك انا غادي نقرا السؤال جوج سي، غادي نبدا بالليميت ديال بلس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص اكس. هما قالك بين لي بان احسب لي ما عطاوناش شحال كيساوي، دونك غادي نعوض بلس لانفيني اكس ناقص واحد على اكس زائد ln دو اكس ونقص منها اكس، دونك الاكس غتمشي لي مع الاكس. شنو غادي يبقى لي؟ يبقى لي ليميت بلس لانفيني ديال ناقص واحد على اكس زائد ln دو اكس. هادي كتمشي للصفر عند بلس لانفيني، وهادي كتمشي لبلس لانفيني، دونك كتساوي بلس لانفيني. اون انتربريتاسيون، الانتربريتاسيون معروفة عندي هنايا، ان عطاني الفرق ديال ليميت ديال اف دو اكس ناقص واحد لإيكغيك لي كيساوي لي اكس، عطاتني بلس لانفيني، دونك برونش بارابوليك او فوازيناج دو بلس لانفيني فير شنو كنقولو فير او إيكغيك. علاش او إيكغيك؟ لان خرجت لي بلس لانفيني مخرجت ليش الصفر. دونك إيكغيك إيكال أ إكس إت أون برونش بارابوليك vers OY au voisinage de C de F. سؤال 3A قال لي montre que quel que soit x supérieur strictement à 0 f' de x كتساوي لي 1 زائد 1 على x زائد 1 على x مربع. دونك f' de x A كيساوي لي x ناقص واحد على x زائد واحد زائد ln دو x. شتقها تجيني x بريم ناقص واحد على x بريم زائد ln دو x تاهي بريم. دونك واحد ناقص هذا باش نديرو الاشتقاق ديالو، دونك غادي يجي نضرب البسط في الناقص في الاكس مشتقة على اكس مربع، دونك زائد ln دي اكس مشتقة هي واحد على اكس، دونك كتساوي لي واحد زائد ناقص ناقص كتولي زائد اكس بريم هي واحد جي ناقص زائد جي واحد على اكس مربع زائد واحد على اكس. دونك كيبقى لي غير نستف جي واحد زائد واحد على اكس زائد واحد على اكس مربع. دونك السؤال اللي موراه كيقول لي 3B calculer f1 puis dresser le tableau de variation. Donc f2 1 في ما كانت عندي x نعوضها بواحد تجي ناقص واحد على واحد زائد ln دو واحد. ln دو واحد تساوي صفر، هادي واحد، واحد ناقص واحد هي تجيني صفر. دونك طابلو دو فاريسيون ديالي عندي كيلكو سوا x اكبر من صفر خصني واحد زائد واحد على اكس زائد واحد على اكس مربع. كيف دايره؟ كبر من الصفر، اكس كبر من الصفر، واحد على اكس كبر من الصفر، واحد على اكس مربع كبر من الصفر، المجموع ديال الاعداد الموجبه هو كبر من الصفر. دونك اف بريم دو اكس اكبر قطعا من الصفر، دونك الطابلو كيبقى لي اكس صفر بلس لانفيني. دونك عندي واحد النقطة هنا واحد اللي حسبت لها الصورة ديالها، دونك عندي موجبة، موجبة شكون هي؟ اف بريم دو اكس. دونك كيبقى لي لا فارياسيون، دونك ماشية
ça le صفر و طلع دونك هنا نقيس بلس لانفيني و هنا نقيس موان لانفيني دونك السؤال اللي كيتباع هادو هما الطابلو د فاريسيون السؤال اللي كيتباع كيقول لي 3 سي قال لك اون ديدوير لو سين دو اف دو اكس سور 0 1 و سور 1 بلس لانفيني دونك انا كنقول له سور 0 ما دخلش واحد دخل عندي هاد 0 est une valeur maximale. Alors, maximale, il n'y a qu'à ce qu'il y a à l'endroit. Et qu'est-ce qu'il y a maximale? Donc, f de 1, il y a dit que ce sera 0. Maximale, il y a dit que ce sera asgar. A u sa u, c'est fort. Donc, f prime de x, c'est le majel. Il y a asgar a u sa u, c'est fort. Le A sur C sur 1 plus l'infini qui est un des 0 est une valeur à l'mra minimale minimale hit minna kassin tarp et f de 1 c'est 0 akbaro f sa 8 0 donc f de x akbaro f sa 8 0 دونك عندي موجب سالبة هنا وموجبة هنا راه كتبان غير من الصفر دونك من تحت الصفر راه سالبة وفوق الصفر راها موجبة نشوفو لا كيستيون كي سويف يعني قالك ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت ليكواسيون دو لا طونجونت دو ال ديال على كورب سي او بوان دابسيس اكس زيرو دونك انا خصني ثلاثة دي خصني نديتيرميني ديال لا طونجونت دونك y العلاقة كتساوي لي f بريم دو x0 فوا x موان x0 بلس f دو x دونك f دو x0 تيل كو x0 تساوي لي هنا في هاد الحالة واحد دونك إلا طبقتها غادي يجيني f بريم دو x ديال واحد هادي مازال ما عندي خصني نحسبها x ناقص واحد زائد شكون هي الاف دو اكس ديالي راه ديجا حسبتها هي صفر دونك يبقى لي هنا نحسب غير الاف بريم ديال واحد اللي هي ماشي العلاقه ديال الاف بريم ونعوض اكس بواحد دونك هي واحد زائد واحد على واحد زائد واحد على واحد مربع كلشي كيساوي لي ثلاثة دونك ثلاثة عامل اكس ناقص واحد اللي هي ثلاثة اكس ناقص ثلاثة اللي هي طونجونت Donc ce L4A qui coule en utilisant une intégration par partie montrer que l'intégrale une partie E de ln de x dx qui s'avère une partie. Donc à la barre que tu as, on dit snimbin bi l'intégrale une partie E de ln de x qui s'avère une partie. Donc par partie. Donc par partie qui est u de x v prime de x شكون هما دونك فيما نشوف الالين كتكون فونكسيون بريميتيف دونك كنعطيها الداله الاصليه دونك هاد الالين راه لاصق معاها شي حاجه اللي كتسني في اه في واحد دونك هي اللي كنديرها هنا دونك هادي تكافئ لي ان الاو بريم دو اكس حنا كنعرفو شنو هو مشتقات الالين اكس هي واحد على اكس والبريميتيف ديال واحد هي x دونك القاعده كتقول لي العلاقه كتقول لي باش تمشي لي من واحد حتى ل e ln دي x هي انني خصني ناخذ لي فونكسيون بريميتيف دونك u دي x نضربها في v دي x داك واحد حتى ل e ونقص الانتيغرال ديالاش من واحد حتى ل او ديالاش ديال هاد الجوج في دو اكس بريم فوا في دو اكس دي دو اكس دونك كيبقى لي غير نحسب دونك او دو اكس هاد الجوج هادو غادي تجيني اكس الين دو اكس حتى ل او ونقص منها الانتيغرال من واحد حتى ل او ديال هاد الجوج هي اكس فواحد على اكس دي دو اكس دونك هنا كنختزل بالاكس
تجيني من واحد حتى لأ ديال اف دو واحد ديال اكس. دونك دو واحد لا بريميتيف انتيغرال ديال من واحد حتى لأ ديال او هي بريميتيف ديالها هي اكس. دونك اكس ليرين دي اكس ناقص اكس. دونك التطبيق عندي كيقول القاعدة كتقول لي ان اذا كانت عندي اف دو اكس محصورة ما بين ا و بي فهي كتساوي لي اف دو ا ناقص اف دو بي كقاعدة. دونك غادي تجيني نطبق بالنسبة للاو غتجيني او الين او ناقص واحد الين واحد ونقص عاود هنا او ناقص واحد ما ننساش الاقواس. دونك هادي كتمشي لواحد وهادي كتمشي لصفر. دونك واحد في او هي او ناقص صفر ناقص كد او ناقص في ناقص زائد واحد. دونك او كتمشي مع ناقص او كتبقى لي واحد. النتيجة اللي باغيني نوصلها هي هادي. السؤال اربعة بي. السؤال اربعة بي كيقول لي montrer que l'air de la partie assurée est égal à واحد à la juge e moins pas ناقص واحد ضرب في u de a. u de a signifie unité d'air. donc la partie assurée عندي هي هذه. donc انا كنلاحظ محصوره ما بين c de f ما بين y تساوي 0 اللي هي l'axe des abscesses وما بين واحد المستقيم vertical اللي هو واحد x égale 1 واحد اخر x égale 1. دونك كيفاش غادي نكتبها هاد لي راشوري كيف غادي تكتب عندي؟ غادي نكتبو على شكل نحسبو مثلا هو A. من واحد حتى ل او x كيساوي واحد و x كتساوي او ديال f دو x ناقص واحد y اللي كيساوي صفر القيمة المطلقة ديالو. دونك دو دي x كلشي مضروب في او ا. دونك نبدا الحساب ديالي. دونك انا كنعرف بان اف دو اكس راه عندي اكبر قطعا من الصفر او الى مشيت لابارتي اشوري غادي نلقاها فوق لابسيس دونك راها موجبه. دونك القيمه المطلقه تبقى لي هي اف دو اكس دي دي اكس او دو ا. دونك من واحد حتى لأ شكون هي اف دو اكس؟ هي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد زائد ln دو اكس غادي او دو ا. دونك الى فرقت لي زانتيغرال دي اكس دي اكس ناقص واحد ناقص من واحد حتى ل او واحد على اكس دي اكس زائد من واحد حتى ل او ديال ln دو اكس. يعني كنلاحظ هي لقيتها اللي حسبتها بار بارتي دابا انا دابا لقيتها هنايا. دونك النتيجة ديالها غنحطها نيشان. دونك كتبقى لي هنا شكون هي هادي دي اكس. انا كنعرف اوتوماتيكمون بان اذا كانت عندي شوف اذا كانت عندي اكس اس ان فراه البريميتيف ديالها هي كناخد داك ان بلس ان ندير اكس ان بلس ان. دونك كنرفع الاس لواحد كنزيد عليه واحد ونقسم عليه. دونك هذه القاعده ديالها هي واحد على جوج اكس مربع هذا اكس تال او. دونك هادي عندي عاود كقاعدة كتقول لي بان واحد على اكس كتجيني ناقص واحد على ان ناقص واحد. هاد المرة كنقص واحد مضروبة في واحد على اكس ان موان زان. دونك خصني نقص واحد مي دابا هنايا عندي الان كيساوي واحد. دونك ما يمكنش نقول اكس واحد والصفر واحد ناقص واحد صفر. دونك هنايا كتجيني القاعده الاساسيه هنايا اللي كتجيني ديال واحد على اكس بريميتيف ديالها راه معروفه هي ln دو اكس. دونك ln دو اكس من واحد حتى ل او زائد هذه راه ديجا حسبناها في التمرين اللي السؤال اللي قبل كتعطيني واحد. دونك يبقى لي غير نطبق على هذه حسابات ديالي. دونك نخرج الواحد على جوج تبقى لي اكس مربع ونكمل الكتابة ديالي عادية زائد واحد
دونك واحد على جوج عامل او مربع ناقص واحد مربع ناقص الين د او ناقص الين د واحد زائد واحد. هذه كتمشي لواحد هذه كتمشي لصفر ناقص كتدخل كتولي ناقص واحد زائد واحد كتساوي صفر. دونك النتيجة ديالي هي بانت هنا هذه كتمشي ناقص واحد زائد واحد كنشطب عليها دونك واحد على جوج او مربع ناقص واحد. بالتالي هذه هي النتيجة اللي طالب لي. دونك هنا كنكونو سالينا لابارتي اون ونمشيو دابا لبارتي دو ولكن من بعد هذا الفصل. دونك لابارتي دو قالك سوا جي لا فونكسيون نيميريك دو لا فاريابل اكس ديفيني سور صفر بلس لانفيني. دونك ديما المجال اكبر قطعا من الصفر par g اللي هي واحد على جوج x ناقص واحد عامل x ناقص واحد زائد جوج الين دو x. دونك السؤال الاولي كيقول لي مونتري كو كيل كو سوا x سوبيريور ستريكتومون زيرو جي بريم دو x خصها تساوي لي f دو x اللي كانت عندي في الاول. دونك نبداو على بركة الله. دونك السؤال الاول خصني نحسب جي بريم دو x. دونك جي بريم دو x هي واحد على جوج x ناقص واحد عامل x ناقص واحد زائد جوج ln دو x الكل عندي مشتق. دونك شنو غادي يجيني؟ دونك هادي كونستانت تخرج مبقاش نعذب راسي بيها ونشتق شنو هادشي اللي بقى لي في الوسط. دونك هادي عندي على شكل f فوا g. دونك غادي شنو كتساوي لي f فوا g كتساوي لي f بريم في g بلوس ماشي موان f فوا g بريم. دونك غادي نطبقها. دونك x ناقص واحد في x ناقص واحد زائد عفوا زائد جوج ln دي x ها وحدة ونزيد عليها x ناقص واحد عندي الزائد. دونك x ناقص واحد زائد جوج ln دي x بريم. دونك كتساوي لي تبقى الواحد على جوج هادي اذا اكس مشتقة هي واحد وهذه الصفر. دونك تبقى لي واحد مضروبة لي في اكس ناقص واحد زائد جوج الين دو اكس. دونك زائد اكس ناقص واحد هذه كلها مشتقة دونك هذه مشات للواحد وهذه مشات للصفر وهذه جوج كونستانت والالين دو اكس هي واحد على اكس مشتقة. دونك نشد القوس. دونك واحد على جوج عامل هادي نشرها ما نشرهاش نخليها دابا واحد ناقص اكس غتبقى لي شنو هي زائد جوج الين دو اكس زائد شنو بقات لي هنا هنا خصني نشر. دونك اكس في واحد جيني اكس زائد واخا نحيد دابا الاقواس ماشي مشكل حيت عندي زائد. دونك عاود اكس في جوج على اكس غتبقى لي زائد جوج. دونك عاود واحد في ناقص واحد تجيني ناقص واحد وناقص واحد في جوج على اكس غتجيني ناقص جوج على اكس. دونك واحد على جوج ونفتح القوس اكس ناقص هانتينا ناقص واحد ناقص واحد ناقص جوج زائد جوج صفر. دونك هذا وهذا مشى مع هذا دونك غتبقى لي جوج الين دي اكس ناقص جوج على اكس. دونك الى دخلت الواحد على جوج دونك جوج الى دخلت الواحد على جوج غادي تجيني واحد على جوج اكس نسيت بان هنايا عندي اكس زائد اكس دونك جوج اكس. دونك الى دخلت الواحد على جوج غادي نختزل هنا بجوج غتبقى لي اكس وغادي نختزل هنا بجوج غتبقى لي ناقص الين دو اكس زائد عفوا غتبقى لي زائد الين دو اكس ناقص غتمشي جوج تبقى لي واحد على اكس. دونك الى ستتهم غاتجيني اكس ناقص واحد على اكس زائد الين دو اكس. شكون هي هذه؟ هي f دو x.
اللي بغاوني نبين لهم. السؤال الثاني كيقول لي اون يوتيليزون لا كيسيون 3 سي اللي هي هذه اللي بيناها في الاول ناقص هنايا جي دو اف دو اكس هنا سالبة هنا موجبة. قال لك مونتري كو جي اي دي كرواسونت سور صفر اي كرواسونت سور سي ان بلس لانفيني. دونك انا من السؤال اللي سبق كيستيون دو من السؤال اللي سبق عندي جي بريم دو اكس كتساوي اف دو اكس. دونك جي بريم دو اكس برون شنو لو سين دو اف دو اكس. وانا عندي سور صفر واحد اف دو اكس صغر من صفر. دونك جي بريم دو اكس صغر يساوي صفر. سور سور واحد بلس لانفيني عندي اف بريم دو اكس كبر من او يساوي صفر. دونك جي بريم دو اكس كبر من او يساوي صفر. هادشي اللي خصني نبين. دونك هنايا خصني نقول اصغر من صفر دو الي شنو دي كرواسونت. وانا خصني نقول لو دو الي كرواسونت. يعني اشياء سهلة مش حاجة اللي صعيبة. دونك لا كيسيون 3A هيا قال لي كو ريبريزونت لا فونكسيون جي بور لا فونكسيون اف جيستيفي تا ريبونس. دونك انا عندي جي بريم دو اكس كتساوي لي اف دو اكس. دونك انا الى اشتقيت جي كتعطيني اف. دونك هاد جي تاعها دونك غادي نقول جي ايت اون فونكسيون بريميتيف دو اف. علاش؟ لانني غير كنشتقها كتعطيني اف كار جي بريم دو اكس تساوي لي اف دو اكس 3b 3a 3b. دونك باش نبين ان جي دو او كيف كيقولوا لي هنا جي دو او السؤال ديالي ناقص جي دو ان كتساوي لنا شي عدد قالك نجستيفي لو لي ريبونس دون بلا سون كالكول. خصني نعطي لا فالور ديالها سون كالكول. دونك انا شنو خصني ندير؟ خصني كنلاحظ هنا بان جي دو او موان جي دو ان بحال ديك الطريقه اللي كتكتب لي ديال جي ديال اف دو ا ناقص اف دو بي. حنا راه حنا كنعرفو بان جي هي لا فونكسيون بريميتيف ديال اف. دونك نطلقو غير منها g de e ناقص g de 1 اش غتساوي على هذا الشكل ديال اش شكون هذه قلنا g de x ولكن منين من واحد حتى ل e هذه كنرجع بالعلاقه العكسيه ديال هذه. دونك شكون هي هذه هي لانتيغرال نرجع لانتيغرال واحد ديال اش ديال f de x d de x. شكون هي هذه هي x ناقص واحد على x زائد ln دو x. راني حسبتها في لير هادي بينتها في لير بان كتساوي لي واحد على جوج اكسبونونسيال جوج ناقص واحد. دونك غادي تجيني هادي كلها تجيني واحد على جوج او اكسبونونسيال ناقص واحد كيف بينت في السؤال اللي قبل. دونك هادي هاد السؤال هذا هو غير عبارة عن بحال اللي كان اللي حسبت الطريقة هاد لير هاهي فاش حسبت لير كنرجع بالعكس. دونك هدا هو الاستنتاج ديالي اون ديدوير. إذنك اشنو غتساوي؟ المهم نتمنى يكون ان التمرين نال الاعجاب ديالكم. الى كنتي استفدتي من التمرين نتمنى انكم تبارطاجيو وشكرا.